السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير فضيلة الشيخ. أنا ساك، تفضل. بارك الله فيكم. عفيك. من فضلك يا فندم، أنا دلوقتي عبد الرحمن، كنت متزوج بامرأة، بس لا مش الحاجة مضبوط، اللي تحت، كنت متزوج بامرأة بس والمرأة دي غنية يعني، ايه وأنجبت منها ولد وبنت وطلقتها، ايه وتزوجت بأخرى والحمد لله ربنا رزقني منها برضه بولد وبنت، ولا أمتلك من الدنيا غير شقة في القاهرة، وأنا أصلا من الأرياف، وزوجتي التانية دي ليها بيت أبوها يعني فيه ورث بين 4 إخوات، فواحدة فيهم عايزة تبيع ورثها، فأنا قلت أشتريه، فهي بتقول لي اكتبوا باسم أولادك مني على أساس يبقى لينا حاجة خاصة بينا، فإيه رأي حضرتك في حاجة زي كده يا فضيلة الشيخ؟ من الذي سيدفع الفلوس؟ أنا اللي هدفع الفلوس يا فندم. طب هتدفع الفلوس وتكتبها باسم بعض الأبناء دون بعض، لماذا؟ على أساس أولادي من الأولانية عندهم بيت أغنياء. يعني عندهم ما شاء الله. لا، عندهم منك أو من أمهم؟ من أمهم. طب أمهم لسه على قيد الحياة، اتق الله واعدل بين أولادك، لا يصلح، لا يصلح. لا شكرا يصلح، فضيلة الشيخ، ما جزاكم تكتب الله أحد. خيرا. الله يسلمك.